تحتضن مملكة البحرين أعمال الملتقى الخليجي تحت شعار هواجس أمن الغذاء والماء، حيث تكمن أهمية هذا الملتقى في ضرورة التعاطي مع هواجس أمن الغذاء والماء بجدية أكبر، على أن تكون لدول مجلس التعاون رؤية شمولية مدروسة بشأنها. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد خميس الرماحي، عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى. مساء الخير سعادة السيد خميس، ولو تطلعنا أو تحدثنا على أهمية عقد هذا الملتقى وعن أبرز أوراق العمل التي سيتم طرحها فيه. مساء الخير بكم ومشاهدي تلفزيون البحرين أينما كانوا في خليجنا العربي أو عالمنا العربي أيضا. طبعا هذا الملتقى بناء على التوصية التي قدمها الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مدينة المنامة في أواخر نوفمبر من عام 2016. نعم. وبناء على هذه التوصية وأيضا كعادة الاجتماعات الخليجية لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية في كل عام يتم اختيار موضوع، وتم اختيار هذا العام موضوع وهو في غاية الأهمية، وهو موضوع متعلق بأمن الغذاء والماء. نعم. وكما تعلمون بأن أهمية الغذاء والماء للإنسان لا يمكن لأي إنسان أن يعيش دون هاتان المادتان، وبالتالي فإن هذا الحقيقة من الموضوعات التي تلامس هموم المواطن الخليجي، وقبل أن تلامس أيضا قادة دول الخليج. فلذلك يعني هذا الموضوع من الأهمية، كما تعلمين أيضا بأن اليوم دول الخليج بشكل عام كلها تعتمد على المياه المحلاة، وبالتالي وأيضا وكثير من المواد الغذائية أيضا يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي فإن العصور القادمة والأعوام القادمة، وكما قال المحللون بأن والخبراء بأن العصور القادمة سوف تكون أو الحروب القادمة سوف تكون حروب المياه. ولذلك تكمن أهمية هذا الملتقى بأنه يعني يتم تقديم التصورات والدراسات التي تكمن في المحافظة على هذا العنصر وهو عنصر المياه، إضافة إلى توسيع الرقعة الزراعية الغذائية المتعلقة بالغذاء. نعم. ويعني دول الخليج العربية هناك الحقيقة مشاركة واسعة من المجالس التشريعية الخليجية، كل دول الخليج سوف تشارك بأوراق عمل، إضافة إلى منظمات عربية وإقليمية أيضا. نعم سعادة السيد خميس، نظرا لأهمية هذا الموضوع، ما هي التوصيات التي تتطلعون إلى أن يخرج بها هذا الملتقى؟ يعني أنا أعتقد التوصيات لا نريد أن نستبق، لكن نحن يعني نتوقع، يعني إحنا استلمنا ما يقرب من 12 ورقة عمل مكتوبة بالإضافة إلى أوراق عمل معروضة. نعم. وهذه الأوراق سوف تجمع في كتيب بناء على توجيهات من معالي رئيس مجلس النواب، رئيس الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس، سوف توضع في كتيب هذه وتضمن جميع التوصيات أيضا للباحثين والدارسين في هذا الموضوع. وأنا أتوقع بأن من أهم التوصيات التي سوف يخرج بها هذا الملتقى هي كيفية المحافظة وإيجاد السبل والبدائل للبيئة المياه المحلاة، والاتجاه إلى أيضا البحث عن موارد طبيعية
للمياه، وايضا كما اشرت الى توقيع الى الى زياده الرقعه الزراعيه في المنطقه، خصوصا ان المنطقه الخليجيه وهناك مناطق شاسعه في المملكه العربيه السعوديه وفي دوله الامارات العربيه المتحده وفي عمان، بالامكان استغلال هذه المساحات الشاسعه لإيجاد سلة غذائية تخدم المواطن الخليجي. نعم سعادة السيد خميس الرمحي عضو مجلس الشورى، كل التوفيق للملتقى الخليجي هواجس أمن الغذاء والماء، وشكرا جزيلا لك.